هل في حياد في الإعلام ولا لا؟ هل أداء هؤلاء النجوم يلزمهم بهذا الحياد؟ وهل فعلا في حياد ولا المفروض تكون في موضوعية؟ لا ينبئنا قدر خبير، وخبيرنا الأستاذ الدكتور حسن عماد، عميد كلية الإعلام الأسبق وأستاذ الأجيال في الكلية. دكتور حسن، أهلا بيك. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا دكتور، إزاي حضرتك؟ أهلا بيك يا إبراهيم. بيه إزاي صحتك؟ تحياتي وتحياتي للمهندس عادل القيعي. الله يخليك، تحياتي كبيرة جدا للمهندس عدلي. والحقيقة هو بيتكلم في الإعلام أحسن مني، هو قال كل حاجة تقريبا يعني. والله يا دكتور، يعني الحمد لله إن نجحنا في التواصل مع حضرتك، لأن إحنا محتاجين فعلا الناس تفهم بهدوء الحتة دي، عشان مفيش طرف يظلم طرف. شوف حضرتك، هو يعني الحياد الكامل، الحياد الكامل في الإعلام ده غير موجود. يعني لا يوجد اعلام محايد، لكن من الناحيه الموضوعيه بيبقى في اعلام موضوعي، يعني بمعنى ان انا ما تحيزش قوي لرايي الشخصي، لكن احاول ان انا اجمع الحقائق كلها، ويكون عندي يعني مقدمات تؤدي الى نتائج، حتى يكون هناك اقناع للمتلقي بشكل واضح. واعتقد ده اللي بتمارسه بالفعل قناه الاهلي بشكل واضح جدا، ان بتقدم خلفيه معرفيه للمشاهدين بشكل جيد جدا، بتعتمد على اهم حاجه في الاعلام اللي هي المصداقيه، المعلومات صحيحه وموثقه ومبنيه على شهادات من مصادر موثوق فيها، وبالتالي ما بيبقاش فيه اي مجال للطعن او اثاره العواطف او يعني الهجوم الذي ليس له علاقه بالعمل الاعلامي الحقيقي. دكتور حسن، انا لاحظت ان انت حضرتك امبارح تقريبا قلت انا بقول لزمايلي او تلاميذ اللي انا بدرس لهم 40 سنه الحياد في الاعلام، ان انا اسف ما فيش حاجه اسمها اعلام محايد. ده ليه يا دكتور؟ لان بالفعل الاعلام، لا اكيد اكيد، من منطلق البي بي سي واللي حاصل منها. لا طبعا، يعني الاعلام المحايد تماما غير موجود، لان الاعلام بيتاثر بنمط الملكيه، باساليب الاداره، يعني عوامل كثيره جدا، سياسات تحريريه بتختلف، وبالتالي ما فيش حاجه اسمها حياد كامل. لكن احنا بنقول بدل الحياد يبقى عندنا قدر من الموضوعيه وقدر من المصداقيه. ودي طبعا بتيجي بالتدريب، وبتيجي بالخبرة، وبتيجي بامتلاك المعلومات. المعلومة هي الأساس يا أستاذ إبراهيم في تقديم عمل إعلامي جاد وعمل إعلامي رصين يكسب حتى يعني الإقناع من جانب المنافسين، مش لازم حتى من أنصاري، لا المنافس أيضا هقدر إن أنا أكتسب احترامه نتيجة إن أنا بقدم معلومات عليها شواهد من مصادر موثوق فيها، معلومات مؤكدة. فهو ده اللي بيعطي القيمة للعمل الإعلامي، ويعطي قيمة ومصداقية أيضا للقناة. دكتور حسن، ليست بالصوت العالي وليست بالكلام العاطفي اللي هو في النهاية يعني لا يؤدي إلى حقائق يعني. صحيح دكتور حسن، يعني لابد أن نمتز تواجدك معانا عشان مسؤولية الكلمة وكيف يمكن التعامل معها، وهل يعني من السليم ان احنا نترك الكلمه الى اقصى مدى دون حساب ودون ردع ودون لجام، ولا هي الحريه المنظمه ببعض القيود؟ لا يا فندم، الحريه دايما بيقابلها مسؤوليه، والكلمه مسؤوليه، والكلمه امام وسيله من وسائل الاعلام الجماهيريه الكبيره زي التلفزيون بيشاهدها مئات الآلاف أو ملايين الأشخاص، لابد أن يكون لها حساباتها. الكلمة أحيانا بتؤدي إلى حروب بين الدول، وإحنا عانينا من مشكلات كبيرة يعني مع بعض الدول زي الجزائر مثلا، بسبب بعض الخروج عن المألوف ويعني عدم التدريب والممارسة المهنية الحقيقية، أوقعتنا في مشاكل كنا في غنى عنها بشكل كبير. الكلمة زي ما حضرتك تفضلت هي مسؤولية، ومحتاجة طبعا إلى معرفة قوية، ومحتاجة إلى احترام.
احترام المتلقي اللي هو متنوع تماما من ناحيه المستويات العمريه، من ناحيه اماكن الاقامه، من ناحيه الانتماءات العرقيه والدينيه والطائفيه. فبالتالي لازم الكلمه تراعي مسؤوليه مخاطبه جماهير متعدده. طيب في الاعلام الرياضي يا دكتور، وحضرتك متابع بالتاكيد انا عارف للشان الاعلام الرياضي كله، عندنا اشكاليه نجوم الكوره وانتماءاتهم اللي هم خارجين بيها، يعني هو بيقعد قدام الشاشه او قدام الكاميرا على خلفيه رياضيه طويله بتمثل نجم معين، هو بيقع في اشكاليه الاختيار ما بين ان هو يعتقد انه المفروض يكون محايد وما بين ان هو يعبر عن مشاعره لجمهوره كرياضي، الفصل بين الاثنين ايه؟ هو الحقيقه في مشكله كبيره يا استاذ ابراهيم، ان البعض بيعتلي منصات اعلاميه دون يعني تدريب مسبق او دون تاهيل مناسب. هو بيتعامل مع وسيله بتخاطب ملايين الاشخاص. النجوميه في الملعب شيء مفروغ منه، شيء مطلوب طبعا وشيء جيد، لكن العمل الاعلامي ايضا له اصوله وله يعني اعتباراته الخاصه. فأنا بتمنى إن اللي يعتلي الشاشات لابد أن يكون لديه حد أدنى من الخبرة ومن التدريب ومن امتلاك المعلومات، إن المعلومة الآن هي الأساس. يعني المسألة ليست بالتعصب وليست بالصوت العالي وليست بال يعني المشاحنات مع الآخر، بالعكس أنا مع المهندس عدلي في إن الكلام الهادئ الرصين وكل ما يقدم حتى في برنامج ملك وكتابه مثبت بالدليل بالصوت والصوره، وده شيء يعني بيعطي هذا البرنامج مصداقيه كبيره جدا وبيجعله فعلا من افضل البرامج التي تقدم على الشاشات ضمن البرامج الرياضيه. قناه الاهلي قناه رصينه، قناه لها اصولها مستمده عراقتها من عراقه النادي الاهلي نفسه ومن تاريخه ومن ميراثه ومن احترام الناس ليه بشكل كبير. المسألة ليست فقط البطولات الرياضية وإنما التاريخ والتواصل الحضاري الذي يعني أثبته هذا النادي وأكسبه هذه الشعبية الجارفة. دكتور برضو ما احنا عايزين نتكلم بشكل علمي، الحقيقة هي فرصة. الفارق بين المعلومة ووجهة النظر وكيفية الفصل بينهما وأهمية هذا. ومعلش، وهل من حق مقدم البرنامج انه يعني يقول وجهه نظره يدافع عنها كانه يعني صاحب معلومه؟ لا، هي المعلومه عدلي بيه هي الاساس، يعني ان يعني كل ما يقال لابد ان يعني يستند الى معلومات ومعلومات دقيقه، وكلما كانت المعلومات ايضا مستنده الى ارقام او الى احصاءات ده بيكون افضل، لانه بيؤدي الى الاقناع العقلاني وليس الاقناع الناتج عن يعني اثاره عاطفيه. الاثاره العاطفيه سريعا ما تزول. اذا كان الموضوع بيحتمل وجهات نظر متعدده فمن يعني دواعي العمل الاعلامي الرشيد ان اعرض وجهات النظر المختلفه. يعني حتى ولو كانت وجهات نظر يعني بها بعض الشرط لابد ان تعرض، وفي النهاية الحكم يكون للمشاهد لأنه هيستند إلى دقة المعلومات وهيستند إلى مصداقية المصادر، وهو برضو المعلومة مرتبطة حضرتك بالإشارة إلى مصادرها هذه المعلومة. طبعا. طب هل من حق المحاور أو الذي يدير الحوار أن يدلي بدلوه وبرأيه، ولا يعني إذا أدلى بدلو يقول ده رأيي، ولا يعني يقولها وكأنها حقيقة مسلم بها؟ لا لا، من حقه إن هو يقول رأيه، بس يقول إن ده رأيه، هيقول إن ده رأيه أو وجهة نظره، وده اللي بنشوفه دايما حضرتك حتى في القنوات الأجنبية، مفيش حد بيحتكر الحقيقة أو بيمتلك الحقيقة، تبقى في النهاية كلها وجهات نظر، بيقول أنا بعتقد أنا من وجهة نظري الشخصية بأرى كذا، فالمسائل بتبقى يعني قابلة للأخذ والرد. وفي النهاية المعلومات بتكون متاحة أمام المتلقي وهو الذي يقرر في النهاية يكون مع من وضد من. الإعلام الرياضي في الشق بقى الحديث يا دكتور فيما يخص السوشيال ميديا
كوسائط إعلامية حديثة أكيد عاملة لكم كمان أكاديميا دوشة كبيرة، بس هل فعلا من أي تعرض ليها يضبط إيقاعها شوية؟ يعني هو التعرض بيتم من خلال يعني تنفيذ قانون العقوبات الطبيعي. أعتقد إن لو في صفحة معينة أو موقع يعني اخترق الحدود المسموح بها من حق الدولة عن طريق وزارة الداخلية إنها توقف هذا الموقع ويعني تحيل يعني القائم عليه إلى التحقيق وإلى المحاكمة. لكن الحقيقة ده مش مفعل عندنا في مجتمعنا. الموضوع في حالة من الفوضى شوية وحالة من التسيب، لأن احنا مش بننفذ القانون كما ينبغي. للأسف يا دكتور، وسعدنا بآراء ووجهات نظر حضرتك جدا. اشكرك عدل بيه، وانا دايما بتعلم منكم الحقيقه وحريص دايما. انت استاذنا يا دكتور، انت استاذنا اللي بنسعد وبنفخر بيه الحقيقه. تواضع العلماء يا فندم، نموذج للبرامج الرياضيه. دي شهاده نعتز بيها من استاذنا واستاذ كل الاجيال الحقيقه. اشكرك يا فندم. شكرا جزيلا للاستاذ الدكتور حسن عماد، العميد الاسبق لكليه الاعلام، واحد من الاساتذه الاجلاء. اوعى